السلام عليكم، اشخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم. عطال درت الفيديو اليوم تاع العشيه، ساليت الشغالات، قلت يلا نطلع نتحدث معكم شويه. نضحكوا شويه على ديك المحتاله، خطافه رجاله، خطافه رجاله حبي. هاديك هاديك، البارح كانت دايره واحد اللايف يمكن في التيك توك، شفت عند واحد الوحده قبيله كانت كتهضر مع شي وحده، كانوا عندها شي جبنات، وهي بغات تطلق من راجلها، وراجلها زعما خدام مزيان، ما عرفتش واش خدام، مهم مهم كيربح مزيان، خدام مزيان، يا عندو بزنس ديالو ولا شي حاجه الله اعلم. كانت كتهضر مع الشمكاره العاقه هادي، كانت كتهضر معاها، عرفتي شحال ضحكت؟ ايوا كانت كتهضر مع خوتي، المراه سريه كتعاود ليها على الراجل باغا تطلق منه، اخرى قالت له ما تطلقيش منه، ما تطلقيش من الراجل. اها، هي تقول لها لقزت على الشمكاره العاقه، هي تقول لي اعطيني رقمه نعيط لي نصالحك انت وياه. الاخرى سهيت، اش قالت لها؟ قالت لها اعطيني رقمه نعيط لي. الاخرى سهيت فيها شي 5 ثواني بحال كي تقول لها ورا كل شي كاتبه لامه، زعما بلا ما بلا ما تحلمي قد تاخدي رقم وتعيطي لي، لانه عارفين سرقات الرجاله، وهي السمتاله عاقت عاقت بها، راه بانت في واحد الحركه، بانت تقلقت عاقت بها، يعني وجهها تبدل ملي قالت ليها لا روا ايه تترى كل شي كاتبو لمو، يعني بلا ما تعاولي فكراتني في شي حوايج قدام فكراتني فيهم، والله لا اشنو قبحك انتيا نوضي تاخدي الرقم ديال المراه ديال راجلها وتنوضي تقولي لي تصالح مع فلانه، ولا كتعاود تطلع عليك؟ ها انت ما عرفتيش، بغا تطلع عليك، بغا تدوز بك الوقت، حيت كنتي لايك منطق. دابا المشكل الناس اللي كيطلعوا على الناس، كيسحابوا كلهم الناس كيطلعوا عليهم، فهمت اخوتي؟ دابا حيت هي كطلع على الناس، قالت لك ما مطلعاه علينا، ما عرفتي ديك طلعيها بحال اللي كتكذبي كطلعيها علينا، هاديك راه حنا بدينا كنفهموا شويه في الكلام ديالهم، دينا نفهمو شوية. عاوتاني اليوم راه واحد ناري ناري، واخ بنادم والله تا خطير ناري، راه خطيرة، راه الشيطان مسوب بني آدم اخوتي، والله تا الشيطان مسوب بني آدم. عاوتاني اليوم كانت هذيك الشمكارة كطيب، ولا ما عاد كتغسل الماعن، ولا ما عاد شنو واقع، نطي بينتي لها حوايجها، هازا البيجامة مخاسمة هي وياها، ولا مخاسمة مع شي حد، نطي بينتيها لهذا، نزلت البيجامة، جات قالوا لها غني غني لينا ديك الغنية ديال نتج نجات عتابو، نجات عتابو، قالوا لا غني لينا، بدات واش هذيك الغنيه كتبكي، ديك الغنيه ديال الحب كتبكي كتبكي، وشويه وهي تقول لها صافي صافي راه طلعنا عليهم، يعني ولا عين بعين بين كتمثل على الناس، يعني ولا عين بين ديك الانسانه ولات كتمثل على الناس، بحال قبيله كنت كنتفرج. انا بغيت نعرف اخوتي واش الناس
ما بقاش كتعجبهم شي محتوى نقي، ما بقاش كيعجبهم بحال قد انسان تنبهو من واحد الناس كيكذبوا عليكم. ما بقاتش الناس كتبغي شي حاجه ديال المحتوى، ولات كتبغي على المضاربه. كنت كنشوف واحد الكابل، هنا كابل شوها، هي وامها واختها وراجلها، عرفتي طالعين في الطوندوز، هاد الربعه الثلاثه ولا مع الربعه الطوا طالعين في الطوندوز اخوتي، طالعين باش طالعين، طالعين بالمضاربه، هي كتضرب راجلها، ماشي هذوك، ماشي لا ماشي دوك الخواتات، لا وحدين اخرين، هي وراجلها، وطالعين في الطوندوز. وكاين الفيديو اللي واصل 30 40 نص مليون، علاش الناس واش عجز عليها تفرج في المضاربه؟ انا ما فهمتش، انا ما فهمتش، كنشوف بحالك كنلقى الناس ضاربين المليون، فاش في المضاربه هي وراجلها كيتحاموا عليه. انا غنقول لكم يمكن يمكن غتكونوا كتفرجوا فيهم ولا ما لعنه ما نعرف، هذه اللي دار اللي هرست على راجلها الطاجين، انا اول مره كنشوفهم اخوتي، اول مره اللي هرست على راجلها الطاجين، هذيك راه المره الثانيه، راه طالق المرة الأولى، راه ساكن عام في الكارية في الدار البيضاء، والناس ما فهمتش، الناس عايز عليها تتفرج في الأكشن، مغامرات وشي حاجة بحال هكا، مبقاتش الناس كتبغي تتفرج في حاجة زوينة، يعني كل هالناس اللي كتتفرج في هاد الشيء، يعني كانوا قبل كانوا أبيوز، كانوا الناس كيضربوهم ولا شنو؟ واش كانوا عبيد هاد الناس اللي كيتفرجوا في هاد الناس؟ واش كانوا عبيد اخوتي؟ ما فهمتش والله، ما بقيت والله ما بقينا نفهموا شي حاجه. واش هاد الناس اللي كيتفرجوا في هاد الناس واش كانوا عبيد؟ واش كانوا كيتسلخوا داكشي اش كيتفرجوا في السليق كيرتاحوا ملي كيشوفوا شي حد كيتسلخ؟ ما فهمتش، انا ما نقدرش والله، تتعصبت قبيله. هادو راه كتار من فاطمة الزهراء، هادو راه قالوا لهم اسكتوا، كتار من فاطمة الزهراء وخواتاتها قالوا لهم اسكتوا، هادو وهادو راه غطاو. وقبيلة عاوتاني ماشي شي، كان عندي موعد ابويتمنت، قلت خليني ندوز نشوف هاديك الشمكاري ديال هوهو اش دايره، يعني هاديك دسرت وزادت فيه، دسرت ديك الإنسانة وزادت فيه أخوتي، منين ما شافت تحد قرب ليها ولا هدر معاها، ديتي كتعبدات كتعاير عاوتاني في الطب، وأنا مشهورة، باش مشهورة؟ مشهورة بشوها، باش مشهورة؟ مشهورة بشوها بالفضيحة، انتي مشهورة صوبتينا المقالي في القلو البيض، انتي مشهورة طلعتي لينا شي حاجة احنا ما عارفينهاش، انتي وليتي مشهورة والناس ولات تابعينك، مشهورة بشوها، مشهورة بالفضيحة، زدتي فيه. لا لا خوتي، هذيك الهضرة اللي كتقول لو كانت انسانة بالوعي ديالها ما كانتش تهدر ديك الهضره، انسانه خايده ليها جوج سطوره والله اعلم، خايده ليها سطوره، شوفوها كيفاش كتمسح وكيفاش كتهدر، دابا راه كتهدر وهي راه ما عارفاش راسها اش كتقول، راه وقع حامله راه كتاخد، دابا هي راه ما عارفاش راسها في فاصله، دابا اللي كياخد داك المخدرات راه ما كيبانش له شنو كيقول، راه كيبان له بنادم بحال النمل، كيبان له بنادم بحالو بحال النمل، فهمت اخوتي؟ وهي كتاخد السطوره عاد كتطلع، مستحيل من المستحيلات انسانه تكون طبيعيه وهتطلع كتهضر بديك الطريقه مع الناس، ميمكنش.
يمكنش اخوتي كتعاير كتقول انا مشيت كيستغلوني كيقولوا لي شحال من تقول لك شحال من سولتي برا وقالوا لك شحال الثمن اعطيهم الثمن ولا شج ليها شج ليها الثمن اللي عطاتك الطبيبه هل الثمن اللي غادي يعطيك المحامي ولكن انت الشيطانة تتيايا انت عاد تطلعي على الناس انت راه ما بقى عندك حتى شي محتوى ما بقى عندكم حتى شي محتوى ما بقاش عندكم وليتي عاد كتجبدي وتعطي من راسك وليتي كتعيري الناس راه ما غايشدوهاش راه ما غاتشديش انت وهي ما غاتشديش غتبقاي هكاك غتبقاي هكاك كتعذبي اليوم غادي يجيو غدا غادي يجيو اليوم غايجيو غدا غادي يجيو فهمتي اليوم غايجيو غدا غادي يجيو ندوزو للشمكاره اتحكي لنا هاد جوج هما اللي كاينين بحال البارح لما عطو البارح يمكن كان الجوك طالع واحد اللايف وكان طالعه معاهم حتى هي الشمكاره ملي كيقول ليها لا انا اتحداك اساره تمشي هتشوفتي هتشوخي خي عن اسميتها سميرة الدودي انا اتحداك تمشي عندها انا بغيتك تمشي عندها ولكن انت ما بغيتيش تمشي عندهم ما بغيتيش تمشي عندهم لانك خبتي سميرة الدودي من عندها لسويسرا من عندها لسويسرا لان كنعرف سميرة الدودي وخدمة سميرة الدودي كيفاش كتخدم مع اللي بحالك لا ما نمشيش لا ما نمشيش ومني كيبغي منين قالت لي حط الفيديو اللي عندك اش دارت ومني كيبغي حطه كتقول لي ما انا غنمشي نشوف ولادي راه خاصهم ينعسوا ما كتبغيش تبقى ومنين بغات تسامح هي وياه لانك مجبوره تسامحي انت وياه ولكن هو ما بغاش ناض عيط لك شي حد عيط لك صاحبك عيط لك شي حد وقال لك ما تسامحيش معاه ياك يا الشمكاره وقال لك ما تسامحيش معاه وعاقبك عاقبك الشوك عاقبك وحنا كنتحداوك بغيناك تمشي عند سميره الدودي الشخيخي تمشي عندها انت والشوك وتما غادي يوري سميره الدودي وتمايا غادي يعطي لسميرة الدودي الفيديوهات اللي عدو عليك لأنه ما كيهدرش بدون دليل ما كيهدرش بدون دليل ماشي مكلخ بحالكم كيهدر خاوي لا كيهدر هو عامر أعطيني التليفون ديال راجلك أعطيني التليفون ديال راجلك انت اللي لقيتيها تاخذي التليفون ديال الراجله بحال الشمكاره اللي عندك خاتي لها التليفون ديال العسكري اللي كانت معاه خاتي التليفون ديال العسكري وهضرتي معاه ياك يا الشمكاره كتموتي على الرجاله كتموتي على الرجاله العامرين كتموتي على الرجاله العامرين لان الرجاله العامرين ما غادي يقدروش يفضحوك لان لا فتحوا قد يفتحوا ريوسهم فهمتي يا الشمكاره فهمتي كتمشي عند العامرين كتمشي عند العامرين اخوتي هاد الانسان كتمشي عند الرجال العامرين باش الراجل العامر ما غادي يقدرش يبدا حالا لو لا فضحها غادي يبدا راسه سيري عند الخاويين عند الخاويين رجاله ما مجوجينش سيري عندهم
سيري شربي معاهم قهوة، سيري تساري معاهم، سيري معاهم اللوطيلات اللي كتعطي الادفايز للعيالات. ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربية الادفايز. سميتو سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، مشات لي عاوتاني والله تفشت لي السمية عاوتاني. مشات لي عاوتاني سميتو، مع انك كتبات لي وحده سميتو. ما عرفتش هو بالذات، هو بالذات اخوتي سميتو مش كتمشي ليا. هو ولد الشمامة، ولد لا كتبت لي واحد الوحده قالت لي، قالت لي سميت با، قلت لها بقى انا كنقرا في هذيك الكتبه ديالتها، قالت لي سميت با فلان، قلت لها، قلت له انا عرفت تسميه ولد القريه، انا عرفت تسميه بواه. قالت لي سميت بواه راجل هذاك بات الله يغبل لهم الشقف. المخ صافي مشى. ويا مستار ويلي مخيبة هاد حكا، يا ويلي مخيبة غمضه، يمكن غمدلوزي مخي معاه هادو والله العظيم، غمدلوزي مخي معاه. ويا مستار ولدها كتبات لي واحد الوحدة قالت لي هبوها سميتو. انا يلا بقى 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 قلت لها ويلي مخيبة هاد حكا، انت قلت لي بوه ونتفكر على سمية الولد، نعقل على سمية احد نتفكر بوه سميتو. نري عرفت والله العظيم قبيلة عاد كانت فمي سميتو، سبحان الله العظيم. هو الوحيد، علاش هو الوحيد؟ انا غنقول لكم لانه سمتان، لانه من دوك اللي كيكون مسكين رهباني مسكين قفينا هو هذاك. هذاك شي علاش سميتو ما تحفظاتش ليا خوتي والله العظيم. ما هذوك اللي كيتحكي رخي وعينيهم يقول هو هذاك، هذاك الشيء علاش ما تحفظاتش ليا سميتو؟ سبحان الله العظيم ما عنديش مع هذوك الدراري، ريتاج دغيا كاتشي امير دغيا كاتشي، الا هو، الا هو والو. ما بغاتش تخرج ليا من سالي، سبحان الله العظيم ما بغاتش تخرج ليا. خليتكم على خير اخوتي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا باباي، كنحاول نجيب سميتو والله العظيم، كنحاول نجيب سميتو، بغيت تجي ليا سميتو ما بغاتش والو، قسم لكم بالله. واليوم الجمعه ما بغات تجي ليا سميت داك الدري، لان بحال دوك الدراري سبحان الله العظيم ما كيدخلوش لخاطري، ما كيدخلوش لخاطري، ما عرفتش علاش، ما عرفتش. كاين هذيك الحساسه كتكون عند الانسان، كتحس بداك الانسان راه ماشي صافي، ولو كيكون دري صغير كتحسي بيه ماشي صافي. وهذاك انا نقول لكم، وهذاك هو اللي غينتقم من مو، هذاك هو اللي غادي يقعد في دارو، لان عذبتهم مزيان، والناس اللي كان عندهم ما رباوش مزيان، لا الجلسة ولا الماكلة ولا والو، ما رباوش اخوتي مزيان.
كانوا عا كيستغلوا فلوس اللي كانت كتعطيهم. اما الدري ما مربيش، حتى من عندوك الناس ما مربيش. لو كان مربي كان يعرف كيفاش ياكل، ما يطيحش الماكله. لو كان مربي كان يعرف كيفاش يجلس وكيفاش يهدر. فهمت اخوتي؟ خليتكم على خير، تالفيديو جاي ان شاء الله. يلا باي.